تمديد المدة ليس لأنه هنالك عدم إقبال، ولكن تمديد المدة لأن هنالك إقبال وهنالك تزاحم. يعني أنا لاحظت على بعض مناطق المحطات تزاحم والوقت لا يكفي، يعني وبالتالي صار طبعا لأنه كل فرد يدخل إلى المحطة ويريد أن يصوت ويأخذ وقت، وهنالك في الشارع العشرات يصطفون يعني إلى جانب ممرات قرب المحطة، وصعب جدا أن يتم استيعاب هذه الأعداد الهائلة، لأن هنالك نوع من التزاحم لأسباب مرتبطة بالحماس. يعني هنالك حماس لأنصار قاليباف الذي خسر في الجولة الأولى، وأنصار بزشيان، هنالك حماس لدى أنصار سعيد جليلي.